بعد 6 دقائق من إقلاعها من العاصمة أديس أبابا، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أثناء توجهها إلى كينيا. الطائرة من طراز بوينغ 737 التي كان على متنها 157 شخصا بينهم 8 من أفراد الطاقم، سقطت في مدينة بيشوفتو على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب أديس أبابا، وذلك في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي. وبعد مدة قصيرة من إعلان البدء عن عمليات البحث والإنقاذ، أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية أن جميع الركاب لقوا مصرعهم، مشيرة إلى أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة. يذكر أن الخطوط الجوية الإثيوبية تصف نفسها بأنها شركة الطيران الأكبر في إفريقيا، وتطمح أن تكون بوابة للقارة. ويأتي هذا الحدث بعد تعهد رئيس الوزراء بفتح شركات الطيران وغيرها من القطاعات للاستثمار الأجنبي، وهو ما يعد تحولا في الاقتصاد الذي يتمحور حول الدولة.